اليوم نحن معرفينكم على الماجي ميكس. ماجي ميكس هو جهاز بيساعدكم على الحصول على العديد من المشروبات المختلفة. هو بيقوم عنكم بتحضير السموثي، بيعطينا العصير اللي كتير لذيذ، وبيعطينا كمان المشروبات أو للفواكه الحمضية. نحن معه بنقدر نحصل على فيتامينات أكتر، عصير أكتر، مضاد أو ومكونات مكونات مضادة للأكسدة أكتر. سهل كتير التنظيف، سهل كتير الاستخدام، والحلو إن هو كتير قوي، 30 سنة ضمان على الماكينة، first time ever. طبعا لانها ماركة فرنسية اللي احنا بنتكلم عنها، فهم ضامنين بنسبة 100% انه استحالة اي حاجة تحصل للجهاز، وانه فعلا كل المحتويات اللي انتم بتحصلوا عليها مصنوعة من خامة وجودة عالية جدا. كل هيحصلوا على ماجي ميكس العصارة اللي احنا بنقدمها النهاردة، بتحصلوا على الجهاز الاساسي العصارة ومتوفرة باللونين زي ما احنا شايفين، اللون الاحمر كمان اللون الاسود، بالإضافة لكتير من المحتويات اللي انتوا بتحصلوا عليها. بنشوف هنا اللونين أحلى من بعض، الأحمر والأسود، وكمان المرفقات اللي بتيجي معاها بتخلي العصارة بتاعتكم بتعمل ثلاث حاجات في حاجة واحدة. أول حاجة زي ما بنشوف هنا في القطعة المرفقة دي علشان خاطر السموذي لما احنا بنحط القطعتين دول مع بعض، بالإضافة كمان هنا القطعة دي برضو بنركب فيها قطع الفواكه الحمضية، سواء للفواكه اللي هي حجمها كبير أو حتى كمان الحجم الصغير لو احنا عايزين نعصر الليمون، بالإضافة كمان للعصارة الأساسية اللي بيكون فيها طبعا كل المميزات اللي انتوا بتحصلوا فيها على عصير أكتر. كمان بتحصلوا مع كل المكونات دي على السباتشولا اللي بتساعدكم ان انتوا تنظفوا بمنتهى السهولة، وكمان تقلبوا العصير والقشر. كمان هنا في أيضا الكتاب المخصص ان انتوا بتعملوا منه عصاير مختلفة. بنشوف انه في كتير جدا من الوصفات اللي كل سيدة تقدر تعملها في المنزل بمنتهى الراحة لأولادها وكمان لأسرتها. مش بس كده، في كتير أكتر من مواصفات اللي انتوا هتحصلوا عليها، ان انتوا بتحصلوا على هديه مجانيه، وهي القطعه اللي انتوا بتحصلوا عليها دي اللي هي فيها شفرتين من الستانلس ستيل للتقطيع، وايضا البشر الناعم والتقطيع الرفيع، وكمان الشفره الثانيه اللي هي للتقطيع السميك والبشر الخشن. يعني كل ده بتحصلوا عليه بسعر رائع جدا النهارده، ورقم المنتج لماجي ميكس هو 520011، بسعر هايل بنقدمه النهارده. ده من فرصه الاسبوع 7 داي ديل، عليه تخفيض 20%. بدي افرجيكم كم عصير بدي اعمل بوقت كتير قياسي. كل اللي علي اسويه طبعا العصير، اصعب عصير نحن بنعمله هو عصير الجزر لانه كتير قاسي. شو بعمل هون؟ شوفوا انتم المساحه، الكونتينر اللي فوق قديش كتير مساحته واسعه. راح احط اوكي 2.5، ما راح احط واحدة، راح احط 2.5. راح بلش اشغل الجهاز، بزر هون عندي واحد. بنشوف هنا مميزات كتيرة، يعني بنقدم عصارة من ماركة فرنسية، بالإضافة كمان الفواكه بتاعتها كبيرة، نقدر نحط الفواكه كلها كاملة وأيضا الخضروات، بالإضافة الفواكه الآسيا والخضروات الآسيا. بنشوف طريقة العصر بتاعتها بتكون سريعة، كمان بتتبع تقنية جديدة جدا وتكنولوجيا، وهي بنعمل العصر في نفس الوقت وهو مختلف تماما عن العصر البطيء، لكن كمان الشفرات اللي بتساعد على إنها تعصر كل الخضروات والفواكه ما بتولدش حرارة، فبالتالي بتحصلوا على كل القيم الغذائية وأيضا الإنزيمات بمنتهى السهولة مع عصارة ماجي ميكس، بالإضافة إنه أنتوا بتحصلوا على مضادات للأكسدة بنسبة 81% أسرع. أنا راح وقف هون، راح أقول لك ليش. هلا هون ست البيت مو جاية على بالها تشرب عصير جزر، أنا جاية على بالي أشرب عصير جزر ببرتقال، شو راح أعمل؟ شوف السهولة، راح أفتح بهيدي الطريقة اللي كتير سهلة، بس بالبداية بدي أفرجيكم أوكي الويست اللي جوا عندي، طبعاً أنا ما كملت الجزر للأخير، هيدي السباتشولا الموجودة الخاصة بالتنظيف بتساعد إن أنا أقدر آخذ كل شيء موجود على الاطراف بهذه الطريقه، انظف بطريقه جدا سهله لحتى يكون التنظيف عندي سهل. راح فرجيكم قديش عندي لون العصير نفس لون الجزر، شوفوا معنا هون. لا بس ناشف تماما، يعني ناشف، هو اوريدي ناشف اي جوز ونفس اللون بالضبط. ما تنسوا عم تحصلوا على 66% اكثر من الفيتامينات بهيدي السلو جو او هيدي الجوسه اللي نحن مقدمينها اليوم، فعلا جوسه قويه، وكمان كل الشفرات اللي هي مصنوعه منها من الستانلس ستيل من جوده عاليه، بالاضافه ان انتم بتحصلوا على مرفقات كتير مش بس عصاره، بتقدروا تعملوا سموذي. شوفي هون يلا تك واحده، راح احصل هون على عصير تاني، راح احط برتقاله على عصير تبعي. شغل الجهاز، بهيك صار العصير عندي جاهز. واو. شوفوا معنا هون
100% صار عندي القشرة هون جافة ما فيها أبدا أي شيء، كل العصير صار عندي هون بهيدي الكاسة الكتير فريش. بس للأسف يا راني عصيري منه بارد. لا طبعا العصير مش بارد، علشان كده احنا لازم نعمل العصير بارد. وهنا بنشوف القطعة المجانية اللي انت بتحصلوا عليها، هنا الشفرات، هنا الشفرة بنشوف ان هي فيها البشر اللي هو السميك، بالإضافة كمان لو قلبناها للناحية التانية بتحصلوا على التقطيع السميك، ودي مفيدة جدا لكل سيدة لو هي حابة تعمل وصفات كتير مختلفة سواء خضروات او حتى فواكه. طريقة الفك والتركيب بتاعتها سهلة، كل اللي بنعمله بالظبط ان احنا بنركبها بالشكل ده، بعدين بنشغل الجهاز. شايفين هون التكنولوجي، التكنولوجي اللي احنا عم نحكي عنها هي تكنولوجي فرنسي، بتساعد لنا ان احنا نحصل على نتيجة مثالية في ثواني قليلة. رانيا قدرت ان هي تحضر لي الثلج للعصير تبعي. نحن عم نعمل تحدي، التحدي هو انه اصلا هيدي الشفرات منا مخصصة للثلج، ومع هيك قدرت ان هي تعطينا برش كتير ناعم. هيدي التقنية اللي عم نحكي عنها اليوم هي تقنية فرنسية نحن مقدمينها لكم اليوم، هي من سلو جوسر، هي تقنية نفس الخلاط بس بتعتمد انها بتشتغل على وات اقل، يعني هي 400 وات، منكم بحاجة لقوة كتير عالية لحتى تحصلوا على الجوز تبعكم. هنا في حاجة تانية عايزة اتكلم عنها، انا غيرت الشفرة للناحية التانية للتقطيع اللي هي الشرائح السميكة، بمجرد ما انا بحط هنا الموزة مش محتاجة ان انا استخدم البوشر، مش محتاجة ان انا استخدم اي حاجة. شوفوا الماجيك، واو. وبحط كمان الموزتين مع بعض عشان ما في داعي للبوشر، كلياتها راحت. اوكي بدنا نفرجي قديش التقطيع تبعها كتير كتير متساوي، بنبين الشرايح بتاعتها قد ايه، على الرغم من انه الموز طبعا على فكره مستحيل جدا صعب اي قطاعه تقدر تعمل هيدا الشيء. شايفين التقطيع كيف؟ هلا هون ما بدي اطول عليكم، بدي افرجيكم هون كيف ان احنا نقدر نعمل ثالث شغله مع الجوسر اللي احنا مقدمينه اليوم من ماجي ميكس، كيف نقدر نعمل سموثي كتير سهل. كل اللي علينا نسويه هو ان احنا نركب هيدي الاتاشمنت، طريقه تركيبها كتير سهله، بنحطها بهيدي الطريقه وذاتس ات، بتكون جاهزه عندي. هلا هون انا راح فرجيكم كيف انه بنقدر بكل سهوله نسكر الغطاء. طبعا طريقه الاستخدام هنا ما فيش اسهل منها ميسا، ان احنا نقدر نحط كل المرفقات اللي احنا بنقدمها مع ماجي ميكس بمنتهى السهوله، وبعدين بنشوف الفواهه بتاعتها كبيره جدا، نقدر نحط كل الخضروات والفواكه زي ما هي جوه العصاره. ماركه فرنسيه، بالاضافه كمان انتوا بتحصلوا على 81% من مضادات للاكسده اكتر من العصارات البطيئه، بالاضافه كمان انه بالنسبه للجزر وايضا كل الفواكه المختلفه بتحصلوا منها على 66% من الفيتامين سي اكتر كتير من اكتر بكتير من طبعا العصارات العاديه. بالاضافه زي ما بنقول هنا التقنيه اللي هي بتتبعها ماجي ميكس هي تقنيه رائعه جدا، ان انتم بتحصلوا على كل الخضروات والفواكه. عاده في العصارات العاديه السرعه بتاعه الموتور بيساعد على ان هو بيولد حراره، وده اللي بيحرق كل الانزيمات وايضا الفيتامينات المفيده الموجوده في الخضروات والفواكه، لكن هنا في ماجي ميكس بنشوف انه طريقه العصر بتاعتها والتقنيه بتاعتها ابطا بكتير من العصارات العاديه، فبالتالي بتحصلوا على نفس القيم الغذائيه وايضا الفيتامينات. أيوة. واو السموذي بقى حلو جدا، مركز جميل. لياسين ولا توتا، اوكي بدنا نعمل لهم هون نحط بالايس كريم، يعني حتى كمان فكره جميله لو اطفالك ما بيحبوش اي عصاير، على تقدري انت تضحكي عليهم وتديهم كل الخضروات والفواكه من خلال مثلا ايس كريم بوبسيكل زي كده، او حتى كمان عصاير ثانيه باشكال ثانيه مختلفه يحبوها، فبالتالي بتضمني ان هم بيحصلوا على عصير فريش صحي جدا وكل الفيتامينات بيستفيد بيها جسمهم. يمي يمي، وبهيك اولادنا بيقدروا ياكلوا كمان اكل هيلثي. نحن مقدمين لكم اليوم ماجي ميكس 3 في 1، بتعمل لكم بتامن لكم عصير بكل الفوائد تبعه سموثي، وكمان فيكم تعصروا فيه كل الفواكه الحمضيه. خلينا نتذكر الاوفر رانيا اللي احنا مقدمينها اليوم ونشوفها مع على الشاشه حتى انتم تستفيدوا منه. سعر الفرصه اللي نحن مقدمينه 1126 ريال سعودي بدل سعر 1278. نحن راجعين لكم لحتى نشوف مع بعض اشياء مختلفه بنقدر نعملها مع عصاره ماجي ميكس. للطلب والاستفسار اتصلوا بالارقام المرادفه لبلدكم على مدار الساعه او زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضا الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.
ورجعنا لكم مره ثانيه مع عصاره ماجي ميكس من الماركه الفرنسيه الشهيره بقى لها 40 سنه بتقدم كتير جدا من منتجات المنزل وايضا منتجات المطبخ. بنشوف كل المحتويات اللي انتم بتحصلوا عليها، بتحصلوا على عصاره مختلفه تماما عن اي عصارات عاديه، فيها ثلاث مرفقات بتخليكم انتم تعملوا السموذي، بتخليكم تعملوا العصير العادي الفريش، بالاضافه كمان لعصاره الفواكه الحمضيه متوفره باللونين الاحمر وايضا الاسود، وكمان بتحصلوا معاها على هديه مجانيه وهي الشفرات من الستانلس ستيل للتقطيع السميك والبرش الخشن وكمان تقطيع رفيع والبرش الرفيع او البرش الناعم. بنشوف كتير مميزات مع ميسا هلا هون، بس بالبدايه خلينا نخبرهم على الاوفر اللي احنا مقدمينه. وما تنسوا انه من خلال الفرصه اللي احنا بنقدمها لكم هي فرصه الاسبوع بتحصلوا على اوفر وهو عباره عن تخفيض بالسعر 20% ديسكاونت 1126 ريال سعودي بدل سعر 1278. مباشره هلا رانيا رح استخدم اول اتاتشمنت، هي اتاتشمنت العصير اللي موجوده هون، رح فرجيكم هون انه بمجرد ما اشغل انا الجهاز رح بلش انا احط كل المكونات، صح رانيا؟ يعني بهنا بنشوف برضو انه الماركه الفرنسيه اللي احنا بنقدمها ماجي ميكس بتقدم عصاره مختلفه جدا عن كل العصارات اللي احنا بنقدمها في الاسواق او الموجوده في الاسواق، لان هي بتتبع تقنيه رائعه جدا. التقنيه هي ان هي الوات بتاعها قليل 400 وات، وفي نفس الوقت كمان بتدي عصير قوي جدا من كل الفيتامينز وحتى الانزيمات المختلفه. بنشوف كمان انه العصارات العاديه الفرق ما بينها وما بين ماجي ميكس انه درجه الحراره بتاعتها او الشفرات لما بتلف بسرعه الوات بتاعها بيكون اكبر بكتير او اكتر بكتير، فبالتالي بتساعد الدوران بتاعها ان هو بيولد حراره بتحرق كل الانزيمات الموجوده في الخضروات والفواكه. لكن ماجي ميكس 400 وات جربي، فبالتالي بتحافظ على الانزيمات والفيتامينز. عصير الفوشيا بينك كله فوائد، 66% فيتامين سي اكتر، 86% انتي اوكسيدنت. تحصلي على، شوفي نحن ما استخدمنا مي ولا شيء. اعطيني بالهنا والشفا. يلا شو رح تفرجينا؟ طبعا في مميزات كتيره جدا هتحصل عليها. الهديه المجانيه اللي احنا بنقدمها انا مستخدمه الشفره دي الستانلس ستيل اللي هي فيها بشر ناعم، وفي نفس الوقت كمان لو قلبتها على الناحيه الثانيه بتدينا تقطيع شرائح رفيعه. هنشوف بمنتهى السهوله بمجرد ما انا بشغل الجهاز، كل اللي بعمله ان انا بحط الفواكه، مش محتاجه حتى كمان ان انا استخدم البوشر. بنشوف هنا انه طريقه الاستخدام بتاعتها قد ايه سريعه، على طول الفراوله وكمان الكيوي بالاضافه للتفاح على طول، يعني هي سريعه الشفرات بتاعتها سريعه جدا سريعه، وهذا الشيء طبعا بيسهل على ست البيت. يعني بمنتهى السرعه شفتوا انه كميه كبيره جدا انا حطيتها، وبنشوف هنا انه الشرائح بتاعتها قد ايه جميله جدا. بنشوف ان هي فعلا طبعا يعني الشرائح هي بفرجها للكاميرا كمية كبيرة جدا وكلها طبعا متساوية جدا في التقطيع. كمان هنا لو حابين ان احنا نعمل الفروت تارت بمنتهى السهولة، كل ما انا اصب لك الكريمة، لكن هنا بحطه الكيك عليهم. هيدي عجينة الكيك، بنحط طبقة من عجينة الكيك بهيدي السهولة. يلا يا رانيا بسرعة، انا على طول هنا بحط طبعا كل الفواكه اللي احنا قطعناها. بنشوف الشرائح بتاعتها قد ايه حلوة، اللي هي التفاح كمان الكيوي بالاضافة برضو للفراولة. يعني تقدري تعملي وصفات كتيرة، نقدر نحطهم مرة واحدة. يا الله شوفي قديش شرحات هيك الفراولة كتير رقيقة. هنا كمان بصي هنا بوريها للكاميرا، يعني هي بتنزل كلها كمية واحدة، وبنشوف ان الشرائح بتاعتها كمان قطع متساوية. يلا حطيهن عشان احضر لك انا الكيك. والكيوي، والكيوي طلع كتير حلو. يلا انت صب الكيك، خليني انا اعمل لك عصير. يلا الاورنج هلا هون برضو، يعني وصفات كتيره، افكار كمان حلوه تقدروا تعملوها، مش بس عصير صحي، بالاضافه كمان انتوا تشوفوا تقدروا تعملوا الكيك، تقدروا تعملوا بكل الفواكه وبكل الخضروات، تقدروا تعملوا وصفات كتير مختلفه وكمان حلوه. يعني جاهزه جدا الكيك، انا هي تخش الفرن ونعمل وصفه. ايوه بنشوف هنا طبعا يعني من ضمن المميزات اللي انتوا بتحصلوا عليها في ماجي ميكس، بدي افرجيكي بس انه كيف انها ثابته وطريقه دورانها قديش انها بتشتغل بتقنيه كثير متطوره لحتى تحصل على كل العصير اللي موجود جوا كل الفواكه تبعها. هنا بنشوف انه طبعا طريقه الاستخدام هنا سهله، كمان قطعه او الاتاتشمنت بتاعت الفواكه الحمضيه بتيجي بقطعتين، واحده كبيره علشان الجريب فروت وكمان البرتقال، بالاضافه للقطعه الثانيه الاصغر علشان خاطر لو احنا عايزين ان احنا طبعا نعمل العصير اللي هو الليمون. فبنشوف انه المواصفات بتاعتها كمان حلوه، بالاضافه كمان طريقه الاستخدام اسرع واسرع وتقنيه مش موجوده في الاسواق بس في ماجي ميكس. هلا هنا ما راح انا بس بدي افرجيكم قديش عن جد بيعطي عصير بسرعه. هلا هون عندي
خشمة الصغيرة، هيدي خاصة بالفواكه اللي بيكون حجمها أصغر، هون بركبها بكل سهولة بهيدا المحل. وهون بدي أعمل أنا ليمون عليها بهيدي الطريقة، شوفوا معنا. بنشوف هنا إنه الفواكه الحمضية اللي إحنا بنعملها بتكون سريعة جدا وسهلة، صارت جافة 100%، شايفين كيف صارت جافة؟ هيك بنكون حصلنا على عصير كتير صحي وغني بالفيتامينات. رانيا شو رح تعملي هلا؟ رانيا هتكمل بقية الكيكة بتاعتها، هنشوف هنا طبعا كمان نفس الشفرة اللي احنا مستخدمينها. خليني اظبط لك اياها. احنا حاطين هنا الشفرات البشر الناعم، بنشوف شوكولاتة السنيكرز اللي فيها طبعا حلا. ليش فينا نحن نعمل اشياء كثير قوية؟ يعني هالشفرات قديش انها كثير عملية لكل السيدات. رانيا منك بحاجه لتضغطي عليها، ما في داعي ابدا نحن نضغط عليها وقت ما نحن نعمل اي شيء بكل سهوله. كل اللي علينا نسويه هو نحن بس نحط الشغلات اللي بدنا نبشرها لحتى تعطينا بشر كثير متساوي. بالسباتشولا عايزين نبين انه على طول السنيكرز اللي هي بتكون جامده، بالاضافه كمان انه في كثير من الوصفات الحلوه اللي ممكن كل سيده تعملها. بنشوف هنا كمان النتس يعني منتهى السهوله، نقدر نحن نطحن المكسرات، نقدر كمان نحن نبشر الشوكليت، نقدر نعمل وصفات كثير مش بس عصاير فريش، كمان السموذي وكمان الفواكه الحمضية. هون انا بدي اعمل لك سناك بار، خليني افرجيكي هون كيف نقدر نعمله بكل سهوله. حاطين كل المكونات تبعنا. طبعا دي حاجه مهمه جدا كلنا بنبقى عايزينها، ان احنا يكون عندنا طبعا طاقه لينا ولاولادنا، فبالتالي بنحط كل المكونات اللي احنا شايفين انها بتكون مفيده، فيها مضادات الاكسده، فيها فيتامينات، فيها انزيمات كتير، فيها الياف بنهتم بيها وبنحتاجها. فبالتالي بنشوف من طريقه الاستخدام ان احنا الفواهه بتاعت العصاره طبعا كبيره، بنقدر نحط فيها كميات كتيره جدا من الخضروات والفواكه، نقدر ان احنا نعمل اللي هو الباور بار اللي احنا بنشوف فيه كتير جدا من الفيتامينز اللي بتكون مفيده. كمان بالنسبه لماجي ميكس لو احنا بنتكلم على اهم المميزات بتاعتها، ان هي بتدينا 88% مضادات للاكسده، اكتر بكتير من العصارات اللي هي اللي بتعمل بتقنيه العصر البطيء، بالاضافه كمان الى 66% اكتر من فيتامين سي. وبنشوف ان احنا لو حطينا تفاحه كامله هي بتدينا نفس الخلاصه بتاعتها. رانيا هيدا هون انا عندي مكسرات مجهزاهم، بحط عليه هيدا اوكي بهيدي الطريقه اوكي، بوزعها بطريقه متساويه، بحط الثلاجه، بحطها بالثلاجه بتبرد، بصير عندي هيدا السناك بار لاطفالي بطريقه صحيه، فيتامينات اكثر، انتي اوكسيدنت اكثر، تقنيه جدا متطوره بتقدروا تحصلوا عليها، هي تقنيه فرنسيه نحن مقدمينها لهم. خلينا بشكل سريع نرجع نتذكر المكونات اللي نحن مقدمينها لكل عم يتابعونا. طبعا في مكونات كثيره جدا احنا بنحصل عليها هنا. اول حاجه العصاره متوفره باللونين الاحمر والاسود، بالاضافه كمان لمرفقات ثانيه مختلفه بتحصلوا عليها، القطعه اللي احنا بنستخدمها للسموذي، هنا كمان قطعه بنستخدمها للفواكه الحمضيه، سواء الحجم الصغير للليمون او حتى الحجم الاكبر للبرتقال والجريب فروت، كمان بتحصلوا على السباتشولا، بتحصلوا على طريق كتيب الاستعمال، وفي كثير جدا من العصائر المختلفه اللي انتم تقدروا تعملوها، وصفات كثيره مقدمه من شركه ماجي ميكس الفرنسيه، بتحصلوا كمان على هديه مجانيه هي شفرتين من الستانلس ستيل للتقطيع، وايضا كمان للبشر الرفيع والخشن والتقطيع السميك والرفيع. كثير اشياء تقنيه فرنسيه صارت هلا متوفره بين ايديكم لحتى تقدموا اكثر انواع العصائر وتعملوا اشياء مختلفه لضيوفكم. ما تنسوا نحن مقدمين محضره سموثي مستخلص عصير، بنقدر نحن نحضر عصير الحمضيات، نحن عندنا 30 سنه ضمان على الماكينه، ونحن مقدمين لكم 3 سنوات ضمان على الماجي ميكس، سهله الاستخدام، سهله التنظيف، كمان بنحصل على فيتامينات اكثر، بنحصل على عصير اكثر، كل هيدا الاشياء بنحصل عليها مع ماجي ميكس. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضا الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.